تتنوع الخدمات المقدمة في كل عام للزائرين الذين يقصدون كربلاء المقدسة في زيارة الأربعين، حيث يتسابق الموالون لبذل الغالي والنفيس خدمة لهم، إلا أن هذه السنة دخلت خدمة التعفير والتعقيم للوقاية من جائحة كورونا، إذ بادرت العتبة العباسية المقدسة المتمثلة بشركة خير الجود إلى توزيع كميات كبيرة من المعقمات ومواد التعفير. نشكر ونثمن مبادرة سماحة السيد أحمد الصافي ممثل المرجعية العليا والمتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة بتوفير جزء كبير من المعقمات والمنظفات لمهيئة المواكب الحسينية ولقضاء طويريج. زيارة الأربعينية باشرت على بركة الله، حاليا لدينا حملة كبيرة لأجل تعقيم وحملة تعفير للمواكب الحسينية، التنسيق عالي مع هيئة المواكب الحسينية وحملات التطوعية وحملات الدعم اللوجستي. تم عقد اجتماع ضمن أعمال خلية الأزمة بحضور السيد مدير قطاع صحة الهندية، وتم تقسيم طريق الزائرين من سيطرة أم الهوى إلى سيطرة الإبراهيمية ضمن قواطع كل حملة تطوعية، كل موكب حسيني، كل حملة دعم لوجستي تتولى أعمال التعفير وأعمال التطهير للمواكب الحسينية لأجل منع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على أرواح الزوار الكرام وأصحاب المواكب الحسينية. قام مقامية قضاء الهندية إحدى الجهات التي ساهمت بتوزيع مواد التعفير والتعقيم على المواكب المتواجدة داخل القضاء حسب جداول أعدت من قبلهم من أجل الحماية من تفشي هذا المرض، إضافة إلى توليهم جزء من التعفير بالطرق الرئيسية. زيارة الأربعينية إن شاء الله يعني بلشت ثقلها بلش، فإحنا عادة مواكب طويج تقوم في الخدمة كافية، يعني من غذاء إلى إيواء منام إلى استقبال الزائرين إلى كافة الخدمات. بما أنه هذه السنة استثنائية بسبب جائحة كورونا، فأضافت خدمة إضافية له وهي تعفير المواكب وتعقيم الأيدي للزائرين وتقديم وجبات الأكل بالأواني السفري، يعني اللي للاستعمال لمرة واحدة حفاظا على صحة الزائر الكريم. وجهودنا مستمرة إن شاء الله في هذه الخدمة. ثورة الحسين باقية وتتجدد. هذه السنة تمر علينا زيارة الأربعين ونحن في مواجهة الفيروس اللعين، فيروس كورونا المستجد. وفي هذه السنة قامت المواكب والهيئات في مدينة طويريج، مدينة الخدمة الحسينية، بتعقيم وتطهير المواكب جميعا، كذلك تعقيم وتوزيع الكمامات والكفوف إلى الزائرين المتوجهين إلى كربلاء. الشكر الجزيل إلى العتبات المقدسة لتوفير مواد التعقيم على المواكب. نشكر القائم مقام في قضاء الهندية بتعاونه مع المواكب. وباء كورونا أو ما هو معروف بفيروس كوفيد 19 الذي استطاع أن يوقف العالم ويشل حركته، إلا أن صوت الحسين عليه السلام يبقى يصدح وتبقى الحشود المليونية تتوجه صوب كربلاء. هذا ما دفع العتبة المقدسة والجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات لدرء الخطر عنهم.